والله يا أصدقائي اللي طولكم أقل من 150 صراحة يعني أنا قاعد أحس في معاناتكم الآن في الحياة والله. أعزائي المتابعين إلى ما كنتم تيم بن عبد الله إز ماك أسأل الله بسكم وصباحكم زي متابعين وكتب تيم بن عبد الله من هذا الفيديو يجي وراء اللي من خلاله أنا مرة هو صاحي من النوم زبدة فيديو مرة متحمس له فيديو مرة كذا مبسوط له شكرا لكم على الدعم الخرافي اللي قاعدين نشوفه كذا بقى يعني الدعم طاير على فوق والله مرة 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 نقدر لكم هذا الشيء وشكرا لكم وش اخبار على المليونين زي اللهب اذا استمرنا هالكذا راح نوصل على مليونين بسرعة للزبدة اللي يحب يسوي جوين تلقون اللي جنب الاشتراك وكذا يعني لايفات حصرية وكذا ولكن مرة متحمس ما ابغى مقدمة طويلة لان في فيديونا لهذا اليوم جايب شيء صراحة مرة بطل شنو جايب يا متيم زي ما تشوفوا هنا تايني بيكينج تالي في شيء زيادة المهم يعني زبدة هذا المنتج اللي قاعدين تشوفونه هو عبارة عن مطبخ ما أدري كذا حق مخبز كامل يعني حقيقي طبعا 100% حقيقي أحمد متحمس يا أخي يعني تقدر تسوي بيتزا صغيرة فطيرة صغيرة كل شيء تقدر تسويه صغير في الحياة كذا يعني وراح نجرب اليوم طبعا هو زي ما تشوفوا مكتوب هنا إن في 20 وصفة الوصفات اللي نقدر نسويه راح نسويه ولكن اول خلينا نشوف شنو الغرض اللي موجوده داخل خلينا نفكه بقى الزبده هذا ما ينفك فيلا سلام عليكم خلصوا الفيديو والله تعبت نفسيا انا يا رجل ايش هذا اوكي الان خلينا نشوف شنو الاغراض اللي موجوده داخل وجود هذا اللي يسمونه محور اتوقع شيء هالكذا اللي يعني حق العجين والاشياء هذه موجوده هذه حقت الويب كريم 3 ملاعق قياس نص ملعقه وربع ملعقه شاي ادري تخيلوا اكبر واحده تقريبا ملعقه شاي يمكن بعد يمكن اقل سكينه ولكن بما ان هذا الشيء يعني للاطفال فاكيد تكون بلاستيك وتساسا ما راح تحتاج سكينه قويه وسكينه كبيره عشان تقطع الاشياء اللي راح تستخدمها وتاكلها يعني قطاعه بيتزا الملعقه اللي تشيل البايز عبالكم خلصنا لا حبيبي قالب كيك يعني تخيل ان هذه اكبر كيكه تقدر تسويها هذه تري عشان تحط عليه البيتزا والفطاير الاشياء هذه طاسة خفق صينية عشان تسوي فيها البايز الفطاير واخر شيء جلافز حق الاصابع لانك بتشيل كل شيء باصابعك ما راح تستخدم اياديك في شيء اوكي يعني ذس از نايس نايس للحين الوضع مره بطل هم قالوا في كتاب انا ما شفت كتاب يعني وين الكتاب اوكي حلو لقينا الكتاب كتاب في الوصفات وفي كل شيء اكتبوا لنا تحت التعليقات ودكم نسوي جزء ثاني ونجرب اشياء اكثر من نفس هذه الطق هذه يعني شو اسمها هذه فاهمين انتم طبعا هذه الاحجام احجام الفيران يعني الاوجبات هذه كذا اوكي طبعا الان راح تشوفوني كذا مره قريب لان ناويين نطبخ اوكي يعني بحاول اني ما اعصب ولو اني ما اتوقع اني ما راح اقدر ما اعصب لان شوف حجم الاشياء مره يعني مقارنه بايدي وجسمي وانا مره مو جاي في الموضوع بيكون تحدي فاول شيء بنسويه طبعا من كتابهم الجميل الخرافي وينه اول شيء بنسويه سوبر شورت بريد اوكي عشان ما تقول متين ما اوريكم هذه الاشياء يعني عندكم هذا هو موجود اوكي خلينا نشوف شنو يعني اول شيء تسويه يقول لك اول شيء تحتاجه 10 ملاعق زبده حلو هذه الملعقه الواحده هنا هذه واحده اثنتين تسعه 10 هذه 10 ملاعق زبده من الحجم اللي هم معطينا اياه 3 ملاعق سكر 1 2 3 ملاعق سكر اوكي كذا عشان يعني يبان عندكم اوضح اخلط الثلاث ملاعق هذه مع بعض لين كلها تصير ميكس يعني اوكي انا صدق بديت اعصب ترى يا جماعه الخير شلون يخلط مع بعض هذا شلون هذا الحين يبغى اخلطه كامل مع بعض انا حلو زبدة ان الموضوع ترى مرة يعني اعصابي ترى مرة قاعدة تشد مع الموضوع جدا حلو خلطناه ووو اوكي هذا الحين بنحط معاه 10 ملاعق شو اسمه هذا طحين ملعقة وتخلط لين يستوي عجين وكذا اوكي تحط ملعقة طحين واحدة وتخلط بعدين تحط ملعقة طحين ثانية وترجع تخلط
حلو بد يعني هو بد يصير عجين الآن شوية عتولا وصلنا 5 ملاعق الحين جد يا جماعة الخير توي صراحة أعرف ليش الحسابات هذه اللي يسوون أشياء صغيرة مرة مشهورين لأن أنا تعبت نفسيا من الموضوع والله هالشيء ما يناسبني يعني أنا مرة يعني يا رجل ما عاد أصابي أي تعبت يا أخي آخر ملعقة الطحين يا جماعة الخير خلاص والله ضغط نفسي مو طبيعي يا اخي شنو هذا ليش هذا كذا مين ما في اطفال حياتهم كذا في الحياه ليش انا انسان كبير خليني اسوي هالكذا ليش 100,000 لايك على الجزء الثاني زياده 70 ما تكفي كذا خلصنا زي ما تشوف العجينه صارت جاهزه اوكي شنو بعدها يقول هنا حين انت تخلطه كويس عشان يستوي يعني عجينه كويسه تخلطه مره زين الحين تجي تحطه في هذه هنا المفروض انه اوكي وضعنا الان هذا تخليه على شكل مربع في البان هنا هذا نفسه نحاول نسويه على شكل مربع احنا ولو ان اتوقع انه ما راح يضبط بس نحاول يعني الحين تجي تحط فوقه كذا يعني حبيبات من السكر وحين تودي هذا الفرن عشان تسويه مدة 20 دقيقة تخليه يطبخ الآن زي ما تشوف الفرن على 300 تمام هذا الخبز الجميل تفتح الفرن كذا تحاول تحطه يعني هنا برا ما تتعمق واجد ما يحتاج تخليه هنا أوكي تقفل الفرن تخليه مدة 20 دقيقة وبعدها نجي نشوف استوى ولا لا أوكي الوقت خلص الآن فطبعا لازم زي ما تشوفوا هنا أوكي حار 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 أوكي حلو خل نروح الاستديو اهلا متي من المستقبل جاي كذا يعني مع بدايه الفيديو الزبده شوفوا العده اللي فوق هنا شفتوا هذه العده هذه العده عده حقيقيه كذا صفاري واشياء ومواعين نقدر نطبخ فيها اي شيء نبي ملاحظ ان اللايكات قلت كنا نقول 70 ما توصل 70 هالمره 80,000 لايك وراح ناخذ هذه العده كامله ونسوي فيها كبسه ومندي والاشياء هذه ولكن كلها بنفس احجام الاكل اللي راح تشوفوه في هذا الفيديو يا اوه يا جماعة الخير وجدت ترى استوت كيكة اوكي الان مرحلة التذوق ف خلينا نقص لنا قطيعة اوكي للأسف ما عندي شوكة بهذا الحجم فأبار اضطر اني اكل كذا يعني بسم الله اوه اوكي لا استوى كامل نايس حلو والله مره نايس اوكي عموما طبعا هذا الشيء الوحيد اللي بسويه اليوم مو بالفيديو ولكن بكره راح اشتري عجينه جاهزه عشان نسوي بيتزا ونسوي اشياء ثانيه طيب متيم ليش ما تسوي العجينه كذا لانه بصراحه الموضوع جدا مجهد اغلب الوقت صراحه اخذته وانا اسوي العجينه مره طولت فبضطر اخذ عجينه جاهزه عشان اقدر اسوي اكثر من شيء باكثر من طريقه ونسوي الفيديو ممتع يعني اكثر مما انه يكون يعني شاد اعصابي فيه وكذا ف والاشياء اللي استخدمناها كلها صغيره يعني اللهم الفرن المهم يعني الزبده انه مره بطل هذا انتظرونا باكر خلينا نكمل وعلى الله نقدر نسوي اشياء وايد صغيره وتكون سلسله خرافيه اوكي عدنا اليوم الثاني اشترينا عجينه الان راح نحاول نسوي البيتزا والله الموضوع مره صعب يا جماعه الخير والله الحين نبي قطيعه بسيطه كذا اوكي جاهزون بقى الان خلينا نسويها حس الموضوع يبغى له طحين انا اقوم اجيب الطحين واجي اول يعني احسن وكذا عشان يقولون اني يعني مره محترف وكذا الله قايل لكم يا جماعه الخير اني طباخ ما حد مصدقني طحينه زياده ركب كيف تركب دائما تركب طحينه زياده ليش عشان تسويها العجينه وكذا الحين انا قاعد اسوي بيتزا يعني وانا اعجن صار حر والله يا اصدقائي اللي طولكم اقل من 150 صراحه يعني انا قاعد احس في معاناتكم الان في الحياه والله كفاية اوكي كذا تمطط البيتزا ولا تدرون هذه خلنا نسويها بيتزا عادية هذه نسويها بيتزا عادية احنا اوكي يبغى لها طحين هنا بعد شوية هذا لضمان جودة الخدمة يسموه كذا الحين تجي تحط عليها صلصة تضع قليلا من الصلصة حلو تضع عليها الخضار اللي نبي نحط عليها فاول شيء تسوي شنو ما ادري بان عندكم الجبن ولا لا بس نحاول نقطع الجبن يعني صغير مره كذا
سكينتهم هذه. تحسونه كفايه ولا زياده؟ ما ادري، انا احس نحتاج زياده. انا بديت اتعب نفسيا والله من هذا الوجبه صراحه. الموضوع مره متعب نفسيا، لا جد مره يعني. ان شاء الله هذا الجبن كفايه. الحين تضع الجبن هذا كذا. هذا الحين الطلب هو عباره عن اكسترا تشيز، اتوقع واضح انه اكسترا تشيز. اوكي كذا انا اشوفه بصراحه كفايه. لازم تحط عليه زيتونه واحده بس. ليش زيتونه واحده؟ لان والله كثير زيتونه واحده. سكينتهم هذه ما تنفع. وين سكينتنا احنا؟ هذا بعد مره كبار يعتبر، فتقصه زياده كذا، تخلي اصغر شيء تقدر. المفروض هذا كفايه. الحين تجي تحط الزيتون. والله تعبت نفسيا. اوكي الحين تجي تحط، طبعا ما تاكل الزيتون، تجي تحط المشروم. في عندي انا كينج مشروم اللي هو كينج اويستر، راح استخدم منه كميه بسيطه بس. الحين هذا تقصه كذا اصغر شيء ممكن. اللي طلب الطلب قال ما يبغى مشروم كثير، فتحط له كميه بسيطه بس. ركب له كذا. عاد لونه صاير نفس لون هذا، نفس لون الجبن، بس ما هي مشكله يعني. حلو الحين باقي الفليفلة. انا طبعا جبت هالبينو بدل الفليفلة، ان شاء الله مو حار. اوكي ما هو مرة حار، ما هي مشكلة. تمام اوكي، السكين البلاستيك ما راح تقص. ف حلو، هذه كفاية لان بطوال وضعاف. اوكي خمس حبات احس كفاية، فالان راح نشوف اذا كفاية خمس حبات ولا لا. ثلاثة أحس يبغى شوية بس، يعني حبتين زيادة كفاية. أوكي أنا أشوف كذا البيتزا جاهزة صراحة. الآن خلينا نسوي، يعني بما أن في مساحة شوية هنا، خلينا نسوي معاها كذا كولزون. كولزون ما أدري، كولزون ما أدري إيش اسمه. خلينا نجيب واحد كولزون مضبطة يعني وكذا. البيتزا جاهز. زبد إني ضيعت الكتاب، حاولت إني أدور الكتاب ولكن بصراحة يعني ما لقيته. اللي بيصير الآن هو إننا راح نسوي كولزون ثاني كذا، ما إيش اسمه، كولزون ما أدري إيش اسمه هو. راح نضبطه هنا يعني وكذا، وش اسمه، وناكله يعني، نطبخهم وناكلهم وننهي الفيديو كذا صراحة، لأن الكتاب ضاع. اوكي انا اشوف الكلزون هذا صراحه شو اسمه، هذا طعمه، هذا حجمه. اوكي تحطه الان كذا، ركب له جبن. ما كذا تركب لك حبه جبن، والان تجي وتعطيه اللفه هذه. تجيب السكين مالتهم هذه، سكين الشقه، تسوي كذا. بعدين تجي تسوي الحركات هذه، تشقق كذا. حلو كذا صار عندك الان بيتزا وكولزون لعشرة اشخاص مو اكثر يعني. الان راح نحطهم في الفرن ما ادري كم، ونخليهم في الفرن ما ادري لمدة كم، وبعدين نجي نشوف استوى ولا لا. فخل نروح نوديهم الفرن. الان الوجبة هذه الجميلة التي ترونها امامكم جاهزة لدخول الفرن. طبعا لقيت الكتاب. اوكي درجة الحرارة 400، راح اخليها هنا لمدة 10 دقائق بالضبط. اوكي تجي تقول له تايمر سيت 10 دقائق. حلو 10 دقائق ونجيكم. اوكي اوكي هذه مره حاره البيتزا. استوت البيتزا كما ترون اعزائي، خلنا نوريكم اياها. شفتوا؟ حلو. الان تزوم كذا شويه. الان تجي تقطع البيتزا، تجي تقطع البيتزا تقطيعه محترمه. اوكي انا جبت العيد شويه، واضح انه بتقطع بالسكين بس. الان تجي تشيل لك قطعه بيتزا محترمه كذا. تخيلوا كذا يسيح الجبن. ما بيسيح الجبن؟ ما مساح الجبن.
اوكي مو مشكلة مو مشكلة، حتى لو ما ساحل الجبن ما هي مشكلة ترى ابدا. ها اخوانكم قطعة البيتزا كيف صار شكلها الان، هذا الشكل الجميل. بسم الله. هو لذيذ جدا. ناكل قطعة ثانية، مع كان في الطحين بس ما ادري ليش تلصقت، بس مو مشكلة. قطعة ثانية. انا احس حالي شبعت مرة لانك قاعد اكل بيتزا واجد. قطعة ثالثة. اوكي واضح ان ما بنقدر ناكل قطعة يعني نحاول اقص بس. انه هو وين جدا. الحين تجي تقص الكالزون هذا. طبعا الكالزون كما ترونه هون الكالزون نفسه انفتح. ف بنحاول نحل الموضوع. اوه ما 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 في جبن يتمطط بس. اوكي. يوم تيام. هل انت مبسوط؟ جدا. ألذ بيتزا ممكن تاكلها في حياتك من صنع متين بن عبد الله الزبده. رجع الكاميرا لوضعها الطبيعي ونتكلم. الان خلينا نتكلم عن التجربه اللي صارت، الشيء اللي سويناه. بصراحه مره متعب، جدا تنرفزت. مو تقريبا، حرفيا هذا اكثر فيديو تنرفزت وتعبت فيه في حياتي كلها، اكثر من حتى فيديوهات الجانب اللي تاخذ من عندي اسبوع تصوير. لكن تجربه مميزه صراحه، يعني دقه وهذه كلها. ودي بصراحه اني اسوي فيديو ثاني اسوي فيه وصفات اكثر، بما اني لقيت الكتاب. هذه كانت تجربه، سوينا ثلاثة اشياء يعني كانت حلوه، بس احس في اشياء يعني تعرف كان غلط اول مره وهالكذا. العده هذه كان بعطيها من 10 لو ابغى اقيمها صراحه، بعطيها 8 من 10. حسيت الاشياء بلاستيك مره، ولكن اكيد بما انها اشياء للاطفال اكيد بيخلونها بلاستيك، ولكن لو في منها شيء حق الكبار اللي يبغى يطقطق ويستهبل وهالكذا، فاشوف يعني حط لنا حديد، سكينه حديد، شيء كذا يعني عشان يكون اقوى. ولكن بشكل عام استمتعت بالتجربه، وانصح الناس تجربها. الناس اللي تتوقع انها ما بتتنرفز اقول لكم جربوها ونشوف تتنرفزوا او لا. فهذا اللي كان عندنا الى اليوم. احبتي لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا في فيديو قريبه جدا. كما كنت يا ابو عبد الله وش اخبار مثل ما مكتوب مثل ما كان مكتوب في اول الفيديو على المليونين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.